سيناريو فيلم سينمائي حالم وجميل، ذلك الذي كتبه العين الإماراتي في بطولة دور أبطال آسيا 2024. نعم، هي نسخة تاريخية للبطولة التي توج بها العين للمرة الثانية في تاريخه بعدما قلب الطاولة على يوكوهاما إف مارينوس الياباني في إياب النهائي لينفض غبار خسارة مباراة الذهاب. ولكن لماذا يعد هذا التتويج تاريخياً للعين؟ لم يكن طريق العين مفروشاً بالورود في هذه النسخة بعد أن أطاح في طريقه بعملاقي الكرة السعودية النصر والهلال المدججين بالنجوم العالميين. ولا نبالغ أيضاً حينما نقول إنها نسخة تاريخية حققها الزعيم العيناوي، لأنها ستكون الأخيرة لمسمى دور أبطال آسيا، حيث سيتحول اسمها إلى دور أبطال آسيا للنخبة. الغريب أن أول نسخة من مسمى دور أبطال آسيا توج بها العين أيضاً عام 2003، فمبارك للعين وجماهيره، ومبارك للكرة الإماراتية على هذا الإنجاز التاريخي الذي سيظل محفوراً في الذاكرة للأبد.